إنيا أوقات لهذا اللنم لا الله دين دان سرا من أوقات نورنا ولالو علماء منالو هذا عذر مردود تقبايت نتي لله مكياتني إيه شيطان اندات سرا للإسلام يزرق قاب مربنا نبياتنا صلى الله عليه وسلم ليتن يوم يوقت كفل طري ما درق اندال لباتو يستلال فالو يقول عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية كني سمات شواتن انديتم انكس بتهون استلال فات إنيا يا نبياتنا صلى الله عليه وسلم حديث بزو سمتنا بزو في سيدي أبدامتنا بزو محاضرات أبدامتنا بزو مسافو تشامببنا نبياتنا قلنا لوت آية انديتم انكس بتهون انديتنا قرين بتهون استلال فات لانو انت من قر لي حجاب يقول لك اتشهن اهته ناسكما اهتي اللهم فري يا الله قطع يا رفبشنو حجاب شن استكاكي مالت اوقت اي طيق ايه لإسلام مسراتكون من قر لي اتشاتي يك اما سيقارا مياجة صون وندمهن وندمي تيننت كنم دينهنم لي مدفو يسرحنو اباك اهتو بلو ممكر اوقت اي طيق شهيطان اوكو يزرق بمرا بنهي علماء من الالو بالله يوقت لك تطارا ها هو أبو بكر يوم أسلم خرج ليدعو الناس إلى الله أبو بكر رضي الله عنه عند سلم مسلمنا عند تكبلوا دعوة ليدرقوت يعني منو كتر براتشو والنبي صلى الله عليه وسلم ليوردوا تمقرافو تشنكوا تنشوش ناتشو إن إقرا مدسر مزمي تنش مقرافوش نيوردوا بازتش بالتشو كتقن ود أسلمنا لما اتطارت سيدنا أبو بكر تنكساكسا تنكساكسنا بتوصنوا كناتوس جنتنا تشي تبالو امست مبشر بالجنه هم سوتش يزو متى امس صحابوتش مانن يزو تملسا عثمان بن عفان رضي الله عنه سعد بن ابي وقاص عبد الرحمن بن عوف طلحه بن عبيد الله زبير بن العوام نزين تلالك صحابوتش دنيا ليا لجنتني تبالو صحابوتش سيدنا ابو بكر رضي الله عنه يزو تملسا ود النبي يزوتشو مت بالتش اوقاتو سوستارت مقرافلو كنبيو قريتا مارو بزتشي اوقاتو قل ودا لإسلام لمسرات لإسلام يهون نقر لما بركت سولو دا الله دي لمترات ودا أمس مبشر بالجنة يزو تملسا يزو عتشو مدى نبيو سيمتا الله سبحانه وتعالى قرآن ورد فبشر عباد باروتشن عبسراتشو الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه نزا نقرروتشن سمتو طرون ميكتلو تهونوتن باروچن ابسراچو سير الله قران اوردا بالله وقتلك لاسلام مسرات تشلاله بتام ميگرماچو بالله تنش وقت لاسلام انديت مسرات اندميچال ميگلصلن يي ميگرمي تاريخ نو وذكر ابن اسحاق واصل القصه عند البخاري ابن اسحاق زغبوتال يا تاريخو گن مسرت بخاري لين يتزغبو ان النبي صلى الله عليه وسلم لما تمكن في المدينه نبياتنا صلى الله عليه وسلم مدينة أقر أرفو سلطاناتشون أرقاكتو لتك أمتو بدأ يبعث أصحابه إلى ما حوله من القرى والوديان صحابو تشاتشون دعوان دادرقو مدينة كبابي ودم ميقنيو كللوش مندروش صحابو تش ملاك جمرو يمدينة قدائك أرقاكو بوهلا ودوش دعوة لما أدرق لكو يدعوهم إلى الإسلام وده اسلمنا عندي تراتشو لاكواتشو فبعث احد اصحابه الى وادي النعمان قرب الطائف طائف ودمت بالو كتما تق مت ودمت قني عندي تمندر صحابه ولاكوت دعوة عندي ادرق لاتشو يه صحابه وده زاد شاقر هدا زاد شاقر لي سيهد نزه هزبوش كمت كماربات قمل كمت ابقوست مياكوت نقري لاتشو نزه قطريوش هدنا يا الله نبي اللي تلاك قرآن من دور دلت سبكاتشو دعوة درقة ليس متفقدين على اللب هم من بيعلو كما هلا تشو قم بزيدة او لبيتنك عن اعرابي قمانون ليتسافرنا ودى مدينة متو يا نبي ما ننت لما رقاقت ودى مدينة متا فلما دخل المدينة مدينة عند قبا بدأ يصيح قائلا بلوه مجوح جمرة ايكم ابن عبد المطلب ايكم ابن عبد المطلب يا عبد المطلب لجب ما لنياتشونا تشوهلا منو نبياتنا صلى الله عليه وسلم اباتاچو عبد الله بلجنتاچو سلموتا باسادگاچو اياتاچو سم نبر ميتطروت عبد المطلب يا عبد الله اباتناچو بساچو نبر ميتطروت سلازي عبد المطلب لجيتال مانو مياسايينيال فقال له الرجل عند صحابه منالو ندي بلو سيتيك ان ابن عبد المطلب في المسجد
النبي صلى الله عليه وسلم يالوت مسجد استنو اذهب الى المسجد قالوا مسجد است قالوا يا صحابه ود مسجد امرى يزوت يمطون جمل مسجد بر لا يسرنا فدخل مسجد سكبا فبدا يصيح ايكم ابن عبد المطلب ما نياچو ناچو ابن عبد المطلب يا عبد المطلب لج ما نياچو ناچو ياله مچوك جمرى فقال النبي نبيه صلى الله عليه وسلم قالت انا ابن عبد المطلب انين عبد المطلب لجالوت فقال محمد انت نند محمد متبارو قال نعم اونيني قالت نبيه صلى الله عليه وسلم قال يا ابن عبد المطلب اني سائلك ومغلظ عليك في المساله فلا تجدن في نفسك علي اني طياقي لي طيقني طبق ادرجي نو متيق ومغلظ عليك سلازي نفس وسط بسجت انداتا غنيبي اندات قطابي معناتنو فقال النبي نبياتنا من علو صلى الله عليه وسلم سل اما بدالك متفلقون طيق قالوت قال يا محمد انت محمد من رفع السماء سماء عندي كف يادرغو ما نو قالو قال الله الله نو قالوت قال ومن بسط الارض ايش مريت نس اندي ارغو ينطف يزرغو ما نو قال النبي الله الله نو قالوت قال ومن نصب الجبال ترى روشن سيتشكلاتشو مانو قال الله الله نوى قال أسألك بالذي رفع السماء وبسط الأرض ونصب الجبال الله بعثك إلينا رسولا سو يوعد أيك انت ملكتك الدم النزان تياك يوشاك الربن نعون دم رو تياك سماين ودلاي كف بارقو مريتم بان التفات ترى روشن بتكلو جيتا سمت أيك أهلو الله نون ديو دنيا إلاك نبي يادرقو قال النبي نبي يحشمنالو اللهم نعم اهون الله ني لكن قال اسالك بالذي ارسلك بلاكه جيتا سمنغدا طيقه له الله امرك ان تامرنا ان نعبده وحده لا شريك له ونترك ما يعبد اباؤنا الله نو دي انت يعززه انتتازن من بله انتتازن السون بتشاو اندنغزاو بسليمانن اندان نشارك كون بفيت اباطوچاچن ميگزواچون شرك طاوتوچن اندنتو الله نو اندي ازازاچو بلو يعززه هلا قال اللهم نعم او الله نو قال اسالك بالذي ارسلك بلاكه جيتا سمطيقه الله الله امرك ان تامرنا ان نصلي خمس صلوات في اليوم والليله بلاكه جيتا سمطيقه الله الله نو اندي بكن امستو صلات اندنسجد بكنم بليتم يعززه ازازاتشو هلا الله نو اندي هلا نبياتشو منالو قال اللهم نعم او الله نو اسكتلو يا عربي تياكي تيكا قال الله امرك ان نزكي اموالنا الله امرك ان نصوم الله امرك ان نحج البيت الحرام الله نو اندي حج اندنا درق ازازاتشو بلو يعززه الله نو اندي اندن صوم ازازاتشو هلا الله نو اندي زكا اندن ست ازازاتشو هلا نبياتشو منالو وقال النبي اللهم نعم نعم او الله نعززين يا عربي نذكراتشو لبوس كبا قال من على انا ضمام ابن ثعلبة انا ضمام ابن ثعلبة ابالا لو واني اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله انيك الله بحق ميقزوت قيتا عند لله مسكرا لو انت ملكتني لمونه مسكرا لو وسأعمل بهذه الفرائد واجتنب عما نهيتني منه ككلك الكين مدفو سراو شرك قالو كازس كي فردوشن بتقبار اولا لو بلو هي اعرابي سلمنا ان تكبرو وده هزب ودا نبي صلى الله عليه وسلم هي اعرابي ودو قمر نيزو سيهد منالو ان يصدق ذو العقيصتين يدخل الجنة يسو اونت كالا بتناقرو نقر لي بدرقيت كتقنية بركت جنة قبار نبي صلى الله عليه وسلم ومضى الرجل حتى قدم الى قومه يا عربي ايش انت نشتمرتنا وكنبي يتمارو تنش كون سن اوقتني هالو وده حزب هدا فلما اقبلت زوجته دعوه لرق قرطو تنستون بالبيتم وده سست متا قال لها اليك اني كني زور بيلين تبل للات تبل للعزى ما ملكواچو لاتنا عزى ميبالو طاوطاتوچ قالو الناسو بافاچو يدفو طفات يغباچو قال دنغتش نظام يملكواچو جيتاچو سيسدب دنغتش قالت يا ضمام اتق البرس اتق الجزام انت ضمام بالي هوي اباك قمتنا انفرا برس انفرا قودا هلالاطال
እጅ ቆማመታል ምነው እነዚህን ጣውቶችን ጌታቸውን የሚሳደብ ሰው ቁምጥና የቆዳ መላላት እብደት ያገኛል ብሎ ያስቡ ነበር እባክህ ፍራለ ምን አለ ግን ከልቡ ኢማን ገብቶስ ነበር قال والله انها لا تضر ولا تنفع بالله يهنبني اي تكمو اي غدو فما زال بها حتى اسلمت ባለቤቱን እንዲያለ ተውሂድን አስረዳና ዲን አልኢስላም እንድትቀበል አረጋ ይሄ ሰው ቆመ